تحيتي الخاصة لهذه الاحتفالية الرمزية التي دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على تنظيمها كل سنة كتقليد راسخ وعربون وفاء وتقدير للمرأة الجزائرية بصفة عامة ولمنتسبات الأمن الوطني بصفة خاصة، مثمنا لجهودهن في الميدان خدمة للصانع العام. والشكر موصول للسيدات الفضليات اللاتي لبينا دعوة الحضور لمشاركة الشرطيات في اليوم العالمي للمرأة.